بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل كلامنا في الـ OP وتحديدا عن الـ Constructor Function اللي لسه مكملة معنا شوية. هنعمل Constructor Function اسمها User برضو، بتاخد النيم وبتاخد الايميل بالشكل ده، وقلنا ان احنا نقول له this.name بيساوي name، هنقول له this.email يساوي الايميل، وهنعمل function نقول له this.calcSalary بيساوي مثلا function، والfunction دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي 1000، تقول لي return 1000 بشكل. اي حاجة حاليا دلوقتي تعبر عن اللي احنا عاوزين نوصل. ان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده هيكون تطبيق عملي، ان شاء الله هنطبق عملي باذن الله. اولا محتاج انوهك على this keyword، قلنا انا قلت لكن ما طبقناش عليها. احنا قلنا دلوقتي let user بنقول له بيساوي new user بالشكل ده، صح؟ بعد كده هتمرر له النيم هيبقى مصطفى، وهنيجي هنا نقول له الايميل بتاعك m@m.com بالشكل ده. تعالى هنا نقول له log this ونشوف ايه اللي هيتم. log this قال لي this بتعود على اليوزر دلوقتي وجوه الكلام ده، ممتاز. طب لو انا دلوقتي ما استخدمتش كلمه new وتعاملت معاها على انها function عاديه، قال لي هتعود على الويندو، فزيس هنا هتعود على الويندو، يبقى لازم انت بتستخدم لازم كلمه نيو هي اللي بتعمل لك الكلام ده. بتعمل ايه نيو بقى؟ قال لك نيو بتعمل ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ الاولى انها بتكريت اوبجكت فاضي، يبقى اول حاجه النيو اول ما بتعمل كلمه نيو كده يبقى كرييت نيو امتي اوبجكت. طب بعدين قال لك بتخلي this تريفير تو this object، يعني بتكريت object، صح كده؟ كريت الاوبجكت، بتخلي this تعود او تشاور على الاوبجكت، وبعد كده بعد ما بتخلص بتريتيرن الاوبجكت ده، بترجع لك بقى الاوبجكت ده بالداتا اللي فيه. يبقى اول حاجه بتكريت امبتي اوبجكت كانها عملت كده، يبقى this او كريتد الاول يعني ليت يا سيدي او بي جي بيساوي اوبجكت فاضي. ها بعد كده قالت لك ذس بتشاور على الاو بي جي ده، وبعد كده بتخليك تريتيرن في النهايه من الفانكشن دي تريتيرن الاو بي جي بعد ما ضفت بقى جواه كل اللي انت عاوز تضيفه. ده اللي بتعمله مين؟ اللي بتعمله ذس، بس بتعمل الثلاث حاجات دول. يبقى اول نقطه كنا حابين نتكلم عليها. نقطة تانية، انت جيت عاوز تتعامل مع الباسورد، عاوز اليوزر في الباسورد بتاعه. فلو جيت هنا قلت لي مثلا باسورد بالشكل ده، ورحت مشكورا قلت لي this.password هيساوي باسورد، اهو في مشكلة في كده؟ مفيش اي مشكلة خالص. حبيت تيجي تعمل هنا هتقول لي 1 2 3 4 5 6، فالباسورد هيساوي الباسورد مشكورا وزي الفل، و10 100 فل و14. ولو انت عملت هنا لوج لمين؟ لليوزر بالشكل ده، ممتاز، راح طبع لك الباسورد. انت بقى للاسف ممكن تعمل الاتي مع الاوبجكت، تيجي تقول لي يوزر دوت باسورد. انت ككلاينت، هنا انا بتكلم عليك ككلاينت مش كراجل كنت بتكتب الكود ده وبتجهزه، تيجي تقول لي يوزر يساوي صفر بس كده، فكده الباسورد هيساوي ايه؟ صفر. يعني الراجل اللي بره الاوبجكت اللي مش عامل الكود يقدر يتحكم في الباسورد يعمل فيه كده؟ هل انت يرضيك الكلام ده؟ اكيد ما يرضكش. طب العمل قال لك لا باسورد ما يبقاش كده ابدا، ما يبقاش كده نهائي، او يبقى كده بس ما حدش يتحكم فيه، تمرره لي بس انا اللي هتعامل معاه. طب اتعامل معاه ازاي؟ قال لك خلاص ممكن تعمل let password بيساوي الباسورد اللي انت بعته. يا راجل يا راجل ايه المشكله؟ بس دي بتاعت دي ودي، خلينا نقول كده او بي جي باسورد عشان الدنيا بس ما تخش في بعضها. اوبجكت باسورد باسورد كده، اوبجكت باسورد بيساوي الباسورد اللي انت بعته. حلو، معنى كده انت لو قلت لي ذس يوزر اوف باسورد، لا ده انت كده كريت باسورد، كريته اهو، انت كريت باسورد. انا ما عنديش دلوقتي باسورد، وانا عندي باسورد، معلش يا صاحبي، تمام كده؟ ادي عندي النيم والايميل والسالري ومش عارف ايه وكلام زي كده. طبعا لو انت قلت له دلوقتي يوزر دوت باسورد هيضيف الباسورد ده، احنا مش هنضيف حاجه ونقدر نمنع الكلام ده، زي ما اتفقنا قبل كده ممكن نعمل فريزنج او نعمل اي حاجه نمنع عليها ان هو يضيف اصلا اي حاجه على الاوبجكت بتاعنا. المهم يعني، فدلوقتي لما قلت له كونسول دوت لوج يوزر، فيوزر دلوقتي جه بس الباسورد الاوبجكت ماله، باسورد ماله مش موجود عندي. طب انا عاوز الباسورد يا فندم. هرجع لك الباسورد، بس هرجع لك الباسورد بشكل مختلف، هرجع لك الباسورد معمول له انكريبشن، فاجي اقول لك ذس
دوت جيت باسورد بيساوي فانكشن بالشكل ده، وتيجي تقول لي ريتيرن مثلا شويه كلام جمال، وبعد كده بلس الاو بي جي باسورد، بعد كده بلس شويه كلام جمال. وبالتالي انا عملت ايه؟ انا شفرت الباسورد بتاعي او عملت عليه عمليه معينه. فلو انا جيت هنا عاوز اجيب الباسورد هعرف اجيبه من الفانكشن اللي اسمها جيت باسورد، يوزر دوت جيت باسورد. المفروض ده اللي بيتم في اللغات يعني الثانيه بشكل عام بشكل او باخر، يعني فكره الجيتر والستر. لكن ده اسمه تحايل، احنا تحايلنا دلوقتي، احنا جينا استخدمنا برضو يعني ميزه موجوده عندنا في الجافا سكريبت، وفكره ان انا اعمل الفاريبل جوه الفانكشن فهو مش متشاف غير جوه الفانكشن غير جوه السكوب بتاعه فقط، وما اقدرش اكسسه، ما اعرفش اتعامل معاه غير جوه الفانكشن بتاعتي. ولو انا حبيت اراجع الباسورد فبقول له ذيس دوت جيت باسورد، فعملت فانكشن اسمها جيت باسورد وعملت معاه. تمام، ده اسمه تحايل. انا كده طبقت المبدا بتاع الانكابسوليشن على فكره، انا عملت غلفت الباسورد بتاعي بحاجه تانية ورجعته متشفر وبتاع وكلام زي كده، وطبقت على فكره مبدا الانكابسوليشن 10 على 10 لكنه بالتحايل مش بالشكل برضو بتاع الجافا سكريبت قوي اللي احنا نعرفه ان شاء الله في الفيديو القادم. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.